قبل دقائق قوات الأمنية فتحت جسر السنك وشارع الرشيد، المتضاربين رجعوا غلقوا الطريق. فتح ما في المحاوشين، احنا جاي سديناهم اي سيارة تعمل. يعني الرشيد هم انغلق؟ انغلق يعني كذا، يعني الصفوات ليش ليش غلقت شارع الرشيد؟ اللي هو في حول جسر السنك، يطلبوا عن باب الشرقي في جسر هذا. اللي هو في جسر كذا يقول يعني هم رجعوا تصعدون، يعني تصعدون بخطواتكم مال التظاهرات؟ طبعا طبعا طبعا، عندنا جماعه واحدين يسكنون طريق. يعني هسه طريق الغلق حول الجسر سببوا هذا الازدحام كله، كان موجود الجسر كان ماكو ازدحام. هسه تخلون سيارات تفوت طول ولا سببوا الازدحام؟ تخلون سيارات تفوت؟ تتحول سبب خطر السخط تحت اذا فاتت السياره، يطلبوا عيش على شيء يفتحوا، لكن لا تم جسر الاحرام بس ما يفتحوا. بعد لحظات من افتتاح الجسر القوات الامنيه، القوى يعني القوات الامنيه فتحت الجسر، الآن المتظاهرين أغلقوا أسفل جسر السنك باتجاه شارع الرشيد، وهذا المنظر حاليا. الله يساعدك حبيبي. ليش رجعت سديت الطرق؟ والله أخوي هم خذلوني والحكومة خذلتني، كلها خذلت، يعني ما نريد نحكي حتى. طيب طيب، يعني تشوفون خطوه صحيحه انه رجعت تسدون الطرق؟ لازم نسوي شيء، لان ظلوا يهينوني وما يحترمون الشعب العراقي. لازم نسوي هاي التصعيدات على مود نحقق مطالب الشعب ونحقق مطالبنا. ان شاء الله النصر.